الفكره، اطياب الخيال والفكرة والحب الكبير، مشرعا حلم الفتيه، السجان والساس الجداد، المختصر المفيد. الكلمة بكل النخب السياسية إنه نحن مطالبتنا بالغصاص إطلاقا ليست للتشفي. المهندس عمر الدقيق في ذلك الفجر الحزين كانوا عايزينه، وكل الشهداء بتضليلين الطريق. بعد المحاسبة والقصاص ملف العدالة ملف أساسي، انت تنجز اصلاح المنظومه العدليه، لانه الناس واصلين لحد تضافت جميعا عشان نعدي هذه المرحله. الاقتصاد ده كده في شفافيه ويكون في وضوح، والشعب ده قادر يبين الخطا من الصواب. خرجت جموع السودانيين تسقط بس خطاب الكراهيه، دارين تقول عندنا ثقافه الحياه مش ثقافه الموت وتراجيديا المراسي، لانها بتقصد ضمير وتفسد الانسان من الداخل. نبني بلدنا كثير من الاسئله بلا اجابات، يجب ان نحقق السلام لانه دي رغبه الشعب. دعونا جميعا كاتب لان ثوره مقرونه بالوعي، الوعي بحيثيه الازمه. شهدانا ما ماتوا، الشق الدموي للشعب ده والشق الدموي للوطن ما حجزوا مكانتهم في اسم شارع او في اسم حي. قدام مدرس عشان كده لازم نرد لهم الدين انه نحقق الاحلام بتاعتهم. حيث تجمع العشرات الالاف جعلونا نشعر ان الوطن ده بخير وان مستقبل الوطن بخير. ثوار ثوار احرار حنكم من المشوار. حاجه اسمها حصانه ابدا لأي مكان. ما في مسامحة وما في إفلات من العقاب. الحقائق زي الشمس دي. يكون شامل. الدم قصاد الدم. مدت بلدية. الدم قصاد الدم. مدت بلدية. التحية لكم في الوقفة دي، بما انه كل سلام عادل وشامل، وان نحيا بسلام وان نعيش في سلام. السلام يجب ان يلبي طموحاتنا في وطن معافى، وطن شامل. الغصاص آتٍ اليوم أو بكرة لا بد من الغصاص، دي مسألة جوهرية. قامضين ومتمسكين وهويين، نقولها وبنكررها مدنية. ماشي تدلي بشهادتها فيما حدث في ميدان الاعتصام. حنمشي تدلي بشهادتها باللي احنا شفناه بعيننا. أخونا وصديقنا وصديق الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدم قصاد الدم. الاستاذ الملاهي جرى الله تقترب من المنصه. الليله عندنا وقفه احتجاجيه للتضامن مع المغتصبات في اعتصام القياده العامه. كل الناس اللي استشهدوا يا اخوان انتوا الحارسين لدمائهم. حريه سلام وعداله مدنيه قرار الشعب. هم حاضرين معانا. رجعت للوطن روحه، من هي ترجع اكيد بيها كل الحقوق اللي احنا دايرينها. ثورة مستمرة. يا امي لا تنسى كان بالي في الدرس الهناك تكتب فوق
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شهدائنا ما ماتوا زي ما بنقول طوالي، ربنا يرحمهم ويتقبلهم ان شاء الله جميعا ويسكنهم في سيح جناته ويغلبهم بكل ما تملك. الحمد لله. بس وجهنا دوشك وغرب جيش ابن سودان الجديد وهمست في باب الخليقة الهزة بزيف النصر الهزة بزيف النصر فجعونا سكر الرماء تهمونا بالبنج والحشيش مديت له تمرة وزهرتي مداني
والتحية لأمهات الشهداء وأباء الشهداء، تحية لكل أسر الشهداء. راسك مكية، رايك ما رايك تقوله؟ أنفع حاضر فضل الاعتصام، إحنا كل الساعة 12 ماشيين التميمية شاب من بحري. 25 ديسمبر الفات مطر كان جوا الميدان، أول موقف في الخرطوم. المجد للشهداء والعزة للوطن، وحرام علينا لو دم الشهيد راح. الله يحفظكم ويحميكم ويحمينا كلنا، وإن شاء الله رب العالمين حنبنيهم. نحن حنكون عاملين كيف؟ طبعا. وأنا لو كان لي مرض أو أفضل الاعتصام قبل الاعتصام والسلام عليكم. أدوى الاعتقال والملاحقات. وأوفيتم بما قلتم، كان لي شرف الوقت في الدور. Thank you.